ايه يا كابتن ماجد مالك انت بقى؟ بصراحه اليومين دول مش عاجبني. تكونش عاوز تتجوز انت راخر وماله؟ انا تحت امرك بس انت شاور. لا يا حاج، انا جيت اودعك. بس تودعني يعني ايه؟ انت رايح فين اصلا؟ اتنقلت وماشي بكره. نقلت؟ طب وليه يا جدع الشحطاطه دي؟ ما انت قاعد وسط الناس اللي بيحبوك، ده ولاد اختك بيموتوا فيك. ولو انت عايز الحاج يعني يكلمهم عشان يلغولك النقل ده، الحاج ما عندوش مانع خالص. اه طبعا، شوف لي انت بس مين اللي ماسك عندكم وانا اكلمه على طول. انت عارف يا ماجد انا متاخرش عنك في اي حاجه. خيرك سابق يا حاج، خيرك سابق. ما تقولش كده يا جدع، عيب. انت زي ابني بالظبط. يا خساره، يا ما كان نفسي اخلف ولد واشوفه زيك كده. لكن معلش، كله اسم ونصيب. على العموم الجايات اكتر من رايحات. انت بس جيب لي اسم الجدع اللي نقلك ده. لا يا حاج معلش، اصلا مفيش عندنا وسايط. انت باين عليك على نياتك يا ابني. الدنيا كلها ماشيه بالوسايط دلوقتي، اشمعنى انت اللي عايز تمشي دغري؟ عشان يعني سايق طياره؟ طب ما انت ساعات برضو بتحود لمؤاخذه يمين وشمال. الله الله يا حاج، ايه الحكم دي؟ شوف يا كابتن ماجد، خد الحكمه من بوق الحاج. انا مش عايزك تحمل هم. مالك مهموم ليه؟ اذا كانت حكايه النقل دي مش عاجباك، انا يا سيدي مستعد اشتري لك طياره وتبقى تطلع بيها براحتك. صح يا حاج، ويشغلها الجيزه فيصل. يلا استاذن انا يا حاج. اقول لك ايه؟ براحتك. اشوف وشك بخير. سلام يا حبيبي، خد بالك من نفسك. اختك عارفه؟ اه عارفه. مع الف سلامة يا كابتن. الله يسلمك. محترم الكابتن ماجد ده. اه والله. شو بعني؟ ايه طبعا بعرف. انت ما بتعرف قديش انا قلبي محروق على اخي ماجد. ولا كنت اعرف. طب كان يقول لي بدل ما يسيبني لحد مغرق لشوشتي في حبه. خلاص يا حد، اعمل جميل وسيبها للواد. ما اقدرش يا فهيمة، ما اقدرش ما اقدرش. تقصدكم ما تعرفوش قد ايه بحب زهرة. زهرة دي دلوقتي معششة في قلبي زي العصفور بيعشش على الشجر. تقبر قلبي إلهي، وهي كمان حب لإلك معشش بقلبها، ولا عم تضحك عليك مشان تسحب مصرياتك؟ يا حج يا حج، خلي بالك دي باين عليها قطاعة، تلعب بالبيضة والحجر. أبدا أبدا، انتوا أصلكم ما تعرفوش زهرة. دي زهرة عمرها ما طلبت مني حاجة، حتى يوم ما بعت لها شوية هدايا زعلت زعلت ورجعتهم لي حتى اسأله منتصر. لأنه ما بدي اياك تقبرني. علشان بتحب ماجد. لا لا، ما افتكرش. لو كانت بتحب ماجد ما كانش سابها وسافر. لكن لما لقاها واقعة في دباديبي قالت طيب أحسن. طب أنا راضي ذمتكم، ولو إني عارف إن مفيش واحدة فيكم عندها ذمة. لو قدامها ماجد والحاج فرج أبو اليسر، الحاج فرج أبو اليسر صاحب الجاه والمال، بذمتكم كده تختار مين؟ القلب وما يريد يا حاجي. بعدين وينك؟ لا تزعل مني حجي، هي اتجوزتك مشان مصرياتها. تقدر تقولي يا حاج هتتجوزك على ايه يا راجل يا شايب يا عيب انت؟ بتبرطم تقولي ايه وليه انت؟ على العموم بقى ريحوا نفسكم انت وهي. انا عايز الولد، نفسي اخلف ولد، وحاسس ان زهره هي اللي هتجيب لي الولد. وبعدين معاكي بقى هتفضلي تحصري في نفسك كده على طول يا بنتي، واخرتها مش قادره يا ابا مش قادره. انت سايبه حالك ومحتالك وقاعده كده، هنقعد كده لحد امتى بقى؟ انا لو اعرف بس يا ابا ايه اللي غيره من ناحيتي كنت استريحت. ما يمكن عرف ان الحاج فرج عايز يتجوزك. لا ما اعرفش يا ماما، انا خلاص ما بقتش فاهمه حاجه. والله العظيم لو فهمت هستريح. خلاص يا حبيبتي خلاص بقى، عشان خاطر انا اعملي معروف. قومي كده، اغزي الشيطان وقومي. انت ناسيه ان فرح اخوكي كمان يومين؟ شوفيني والنبي يا ماما بس اقفلي الباب وراكي. حاضر يا اختي. حاضر.
جاية اهو. حاضر يا اللي بتخبط. حاضر وانا واقفة ورا الباب يا اخويا. حاضر. صباح الخير يا ست الحاج. اهلا. صباح النور. اتفضل يا اخويا. اهلا وسهلا. يا رب يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. تشرب ايه بقى؟ لا ولا حاجة يا حاجة. هي زهرة مش هنا ولا ايه؟ لا هي مش هنا. اصل الحاج يعني كان بيسأل عليها. وبيسأل عليها ليه؟ ما انت عارفه يا ست الحاج. طب شوف بقى قول له ايوه هي موجوده في البيت وقافله على نفسها الباب ومش راضيه تكلم حد. عملت ايه يا منتصر؟ لقيتها؟ لقيتها يا حاج قاعده في البيت ومش عايزه تقابل حد. وعرفت ازاي؟ امها قالت لي يا حاج، وكمان قالت لي ان فرح اخوها الخميس الجاي وعزمتني. فرح خليل؟ وعاملينه في انهي لوكاندا ده؟ في لوكاندا السطوح يا حاج. السطوح؟ فين دي؟ لا بعد الدور اللي هم فيه على اليمين وانت داخل كده جنب الدش. يخرب عقلك يا منتصر. ادخل. في ايه يا حجاج؟ في موظف عندنا يا فندم عايز يقابل حضرتك ضروري. ده مين ده؟ بيقول اسمه خليل. لا 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 ده ابو نزه مشرف هو يا حاج. طب وموقفه بره ليه؟ خليه يخش. حاضر. اهو ده بقى اللي هيجيب لنا قرار اخته. السلام عليكم يا حاج ابو حماد. السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لو سمحت يا حاج انا جاي اتحايل عليك واترجاك انك تتعطف عليا وتحضر فرحي. انا وقفت بره قالوا لي فين دعوته؟ قلت له روح ربنا يكرمك. طب يا سيدي الف مبروك. بلغني انكم عاملينه فوق السطوح. لا حاج ازاي فوق السطوح؟ ايه ده سطوح ايه ده؟ طالما انت حضرتك جاي وحد شرفنا هنعملها في الوسعايه اللي في الشارع يعني. وممكن الاستاذ منتصر يجي عادي يعني. امك عزبتني. ماما؟ ايوه. شفتها فين ماما؟ في جنينه الاسماك. ماشي لما اروح لها. بس بقولك يا خليل انا عايزك تعقل زهره وتلين دماغها عشان ترجع في كلامها، والا وشرفي هرجعك تاني مصلحه المجاري. لا مجاري تاني؟ لا يا حاج انا هليل لك دماغ زهره دي. انا هروح بدماغها لغايه اسكندريه رايح جاي كده لغايه ما تلين. بصراحه ما اعرفش. ازاي ما تعرفش؟ انت اقرب واحد ليه وصاحبه. هو قال لي ان هو مش هيستقر في مكان واحد، يعني على حسب هيسافر فين. طب ما قالكش هيرجع مصر امتى؟ لا شكله مش ناوي يرجع اساسا. ليه؟ بيقول مش عايز. طب ما قالكش اي حاجه بالنسبه لنا يعني؟ لا طبعا قال لي الكلام بتاع الافلام العربي ده، ان هو يعني بيتمنى لك الخير وان كل اللي يهمه في الدنيا هو سعادتك وبس. انا مش فاهم انت توصل ايه بالكلام ده. يعني هو بيقول لك لو جات لك فرصه مناسبه تتجوزي راجل مناسب من وجهه نظرك هو مش هيكون زعلان، وخصوصا بقى لو الراجل ده هو انا. ايه رايك؟ وبعدين معاك يا زهر هتفضلي ملوعه الحاج لحد امتى؟ ولا ذنبي انا ولا وانا قلت له يحبني ولا حتى قلت له انا بحبك؟ هو انت فاكره ان كل يوم هتجيلك فرصه زي دي؟ كل يوم هتلاقي واحد زي الحاج يحبك ويقول لك انا عايز اتجوزك؟ ما تيجي تحضرينا يا خالتي. تعالي شوفي بنتك الهبله اللي مش عارفه مصلحتها فين دي. يا اختي اعمل ايه يا نوال؟ اعمل ايه يا اختي؟ ده انا غلبت فيها. مفيش فايده. ريحي نفسك يا امه، انا قلبي رايح في سكه تانية خالص. انت لسه بتقولي يا حب؟ ما كفايه يا اختي اللي جرالك منه، ولا نسيتي عمل فيكي ايه جلال؟ هو راح لحاله خلاص. والتاني اللي سافر من غير ما يقولك ده مرضيش يعبرك ويقولك هو مسافر رايح فين. هي كده طول عمرها غاوية الشعبك في الحبال الدايبة. يعني ايه؟ عايزين اتجوز راجل متجوز واخش على الدرتين؟ درتين؟ محدش قال لي الحكاية دي قبل كده. وانا بقول هي مش راضية تتجوزه ليه؟ معرفش، فاكراها بتقول انه كبير عنها في السن. يا خالتي ده هيعيشها ملكة. ملكة؟ ابدا، انا بنتي ما تخشش على درتين ابدا. يا خالتي ما هتتشرط عليه وهتخليه يجيب لها سكن لوحديها. يا سلام، حق بطلوده واسمعوده. لهو كمان عايزها تعيش مع الدرتين؟ لا ابدا، ده لازم يجيب لها سكن لوحدها. امال ايه الفلوس اللي على قلبه دي كلها هيوديها فين؟
يعني انت ياما ما عندكيش مانع نتجوز جوازه زي دي؟ اسمعي بقى يا بنتي، انا عايزه مصلحتك، انا عايزه راجل يرحمك من الشقه اللي انت فيه. انت تعبتي، شقيتي كتير قوي في حياتك يا زهره، والراجل ده يا بنتي شريكي وبيحبك ومش هيأخر لك طلب ابدا تطلبيه. معلش لو عايزين تريحوني بصحيح يبقى سيبوني في حالي، انا لسه حتى ما نسيتش ماجد. انت لسه بتفكري فيه يا زهره؟ وبعدين يا حاج ما تسيبك منها بقى، خلينا نلتفت لشغلنا. دي بنت نمرودة وملعونة الصراحة بقى، أنا مش عارف البنت دي عايزة إيه بالظبط. نفسي أعرف هي عايزة إيه بالظبط. متحير نفسك ليه يا حاج؟ ما المثل بيقول لك شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. أشيل إيه وأحط إيه يا منتصر؟ طب وبعدين يا حاج اخرتها ايه؟ ما انت عارف اخرتها، هتجوزها طبعا. بالعافيه يا حاج. وانا من امتى يا واد بتجوز بالعافيه؟ امال المخ ده راح فين؟ خلاص يا حاج شغل المخ ده بقى بسرعه عشان نخلص من الجوازه دي ونفوق لشغلنا. ومين قال لك انه ما اشتغلش؟ تعال اقعد بقى، تعال اقعد عشان افهمك هنعمل ايه بالظبط. أهلاً بعروستنا الحلوة. أهلاً يا حاج، إزايك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. رضا قوليلي، بصيتي على يافطة المحل اللي تحت؟ آه شفتها، بس أنا مش عارفة أنت عملت كده ليه؟ أنا أصل بصراحة مش عاجبني شغلك في المستشفيات. أمال إيه؟ ولا أنا أمي منين؟ ودي حاجة تعدي الحاج برضو يا ست زهرة، الحاج مرتب لك. استنى أنت يا منتصر، أنا عاوزك تمسكي لي محلات اللي في القاهرة. أمسكها؟ يعني إيه أمسكها؟ يعني تبقى تحت إدارتك. بس أنا يا حاج ما بفهمش في الشغل ده. وأنا تحت أمرك، خلال شهر تكوني فاهمة كل حاجة في الشغلانة من أول دخول البضاعة لغاية ما تتباع إن شاء الله. قلت إيه يا بنت الحلال؟ قلت لا إله إلا الله. بس كل ده يعني عشان إيه؟ أبداً، أنا ما انساش جمايلك عليا في المستشفى، عايز اسعدك يا ستي. قلت ايه وبعدين؟ انت برضو لسه مش عايزه تتجوزيني يا حاج؟ انت مش فاهم، انا مش رافضه اتجوزك انت بالذات، انا عموما فكره الجواز دي كلها ماجلها شويه. طب تاخدي مهله قد ايه تفكري فيها يا زهره؟ هات يا اتفضلي يا حاج. تسلم ايديك يا ست الكل. اتفضل. شكرين يا ستي. ايه قلت ايه يا زهر؟ ما تخليكي معانا يا ست الكل. ربنا يعلم يا حاج، ربنا يعلم انا بوصيها عليك قد ايه. انت مش قلت لها فكر؟ اه انا هفكر. الله، اهي دي بقى القهوه اللي طول عمري نفسي اشربها. تسلم ايديك يا حماتي. عوام كده عملتها حماتك؟ هي بقى طلعت من بوق الحاج كده، وان شاء الله يطلع فجحي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. انا كمان بقول المكتب نور وفج ليه مره واحده. اتفضلي اتفضلي. شكرا يا حاج. يا اهلا يا اهلا، اتفضلي استريح. انا قلت يعني اجي اتكلم معاك كده في موضوع مهم قوي
قبل ما اقول لك على موافقتي على الجواز. وماله؟ موضوع واثنين وثلاثه، بس المهم استريحي اقعدي. انا لو طلع منك من قلبي كرسي كنت عملته لك. استريحي. انت تشربي ايه الاول؟ لا بعدين نتكلم في الموضوع. ما ينفعش، معقوله تشرفيني في مكتبي وما تشربيش حاجه؟ ما قلت لك بعدين. خير ان شاء الله. انت طبعا فاكر ان انا بنت بنوت وان انت هتبقى اول جوازه ليا. هو في يعني لا مؤاخذه حاجه ما اعرفهاش؟ انا كنت متجوزه قبل كده وجوزي طلقني وسافر. مع السلامه. بس يعني مش ناوي يرجع؟ مش عارفه. انت ايه رايك؟ اهلا وسهلا. بس فوزي يا ام نوسة، شغل النهارده يا اخويا. خير ايه؟ انا بسمعها منال بستيل عايزه تعمل ابيض خلع. لا ملناش فيه. وايه تاني؟ والمعلم غريب ولا كيف بتمسك النهارده؟ طيب يا ام نوسة من فضلك اعمل لنا اتنين شاي. العين اعملك حلبسه. حلبسه؟ طب زودي الدقه يا ام نوسة. عين ما قلتليش يا ست بقى ايه الدوافع القويه اللي ورا الخطوه العزيزه قوي دي النهارده؟ الحاج فرج ابو اليسر عايز يتجوزني. فرج ابو اليسر عرض عليك الجواز؟ ايه يا فوزي؟ شايفه كتير عليا ولا ايه؟ ها لا لا بالعكس اساسا، ما تقوليش كده. لا انت تقوليش غلط. طب يسكت ليه؟ لا انت تستاهل اكتر من كده بكتير يا زهر. الف مبروك. لا ما تتسرعش قوي، انا بس وافقت كده مبدئيا، بس عندي شروط كتير قوي. بس دي جوازه كويسه. ايوه بس انا متجوز اتنين على ذمته. ست وماله؟ ما هو ده اللي شايع بين رجال الاعمال والاغنياء اليومين دول. المهم انت ما تخلوش تتجوز الرابعه. عارف انك تقدري. يعني انت شايف ان من مصلحتي اتجوزه؟ قولي لا. مش احسن من الحياه الضنك والبهدله اللي انت فيها؟ عارفة يا زهرة أنا أكتر واحد في الدنيا دي بتمنى لك الخير، ونفسي تعيشي في مستوى أحسن من اللي أنت فيه ده بكتير. وأنت يعني أقل من الستات المتنغنغة وعايشين في قصور وعربيات. بالعكس أنت أحسن منهم كلهم. وخلي بالك دي فرصة ما ينفعش تضيعيها. أيوة بس أنا عندي شروط كتيرة قوي يا فوزي، لازم أوافق عليها الأول. لا من ناحية الشروط والحقوق ما تقلقيش، هكتب لك كل حاجة في عقد الجواز. بحيث لا قدر الله يعني لو ما حصلش نصيب او اي طلاق او اختلاف يبقى حقك مضمون. انا كمان كنت صريحه معاه، قلت له ان انا كنت متجوزه قبل كده واتطلقت، وسبته بقى هو يفكر. ايه يا جماعه؟ طب فهموني ايه طلباتكم بالظبط يعني؟ قول لي هو صحيح الحاج هيتجوز البت الممرضه اللي ما تتسمى دي؟ هو الحاج مش قال لكم؟ اه الحاج بيحكي كتير بس اوقات ما بيفعل باللي حكاه. ايوه بس للاسف بقى المره دي هيفعل باللي حكاه. وايه اللي معطله يعني؟ والجواز ده عدم المؤاخذه مش محتاج شويه ترتيبات يعني؟ احنا بقى مش عايزين الجوازه دي تتم. يعني ايه؟ يعني ما بدنا مره تالته بهالبيت. امال بدكوا ايه في هالبيت؟ الله وبعدين بقى بتفتح مخك معانا ايه؟ مش فاهم ايه. طيب ما وفروا عليا وريحوني وفهموني ايه طلباتكم بالظبط. اخص اخص عليك يا استاذ منتصر، نحن كنا مفكرين بانه انت رح تفهم علينا وتريحنا من هالممرضه الملعونه. أريحكم منها إزاي يعني؟ نقتلها.